السلام عليكم أعزائنا طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة أول فيديو لينا في كتابنا كتاب جيم العام الدراسي 2024/2025 وحدتنا الأولى. قبل ما نبتدي في وحدتنا الأولى في إضافات جميلة جدا عاملها كتاب جيم السنة دي، لازم تشوفها ولازم برضو يعني أبينها لحضراتكم. أول حاجة بيقولك إيه، إن أنت في بداية كل يونت الكلمات بتاعته في ليسن 1 و 2 مثلا في جدول متقسم فيه الكلمات المهمة، بعد ما بتذاكرها بيقولك اختبر حفظك للكلمات من خلال التشيك بوينت، وده هنشوفه واحنا بنحل مع بعض بعد كل مجموعة جدول. يبقى أنت كأنك أنت بتعمل إيه، بتحفظ مجموعة الكلمات وتحل تمرين إيه عليها. طيب عندنا برضو ميزة تانية طبعا اللي هي الكيو آر. الكيو آر ديت أنت بتعمل بتستخدم الموبايل، تستخدم برنامج الكيو آر عشان المحتوى الرقمي ده، برضو بيزودك بمجموعة أسئلة كبيرة جدا. بعد كده عندك القواعد متقسمة وبرضو فيها تشيك بوينت بعد كل جزء. بعد كده بعد ما بتخلص التشيك ده بتلاقي بقى جنرال اكسرسايز، المهم انها منين على الكلمات والقواعد، اسئله امتحانات سابقه ولونج مان، ودي في حد ذاتها خلاص كده بتدربك على كل اسئله القواعد علشان النظام الايه الحديث. وبعد كده في برضو تدريبات على المهارات لوحدها، جايب لك كل درس قطع فهم وترجمه وكتابه مقال وازاي تكتب المقال. تمام. طيب في ايه تاني عندك؟ برضو جزء طبعا معروف لطلبه الازهر كورنر، عشان الازهر دول بيبقى شكل الامتحان بالنسبه لهم مختلف غير الحكومي. بعدها على طول بتلاقي اختبار يقول لك تيست يور سيلف، اختبر نفسك وتعرف درجتك. نيجي بقى للقصه كينج لير. كينج لير معموله بالانجليش ومعموله بالعربي، واسئله التفكير النقدي، وكمان الاسئله متجاوبه وفي اسئله غير متجاوبه علشان انت لو حابب تجاوب عليها. يلا بينا نبتدي على مع يونت 1. وحدتنا طبعا الاولى بمعنى staying healthy اللي هو البقاء او الحفاظ على الصحه بتاعتنا. تعال نشوف كده أول حاجة كلمات listen 1 and 2 الدرس الأول والتاني. بدايتنا من بيج 9، هات يلا كده صفحة 9 معايا وامشي معايا. Two of the victims suffered. Victims طبعا يعني ضحايا، و suffered يعني يعاني. اتنين من الضحايا كانوا بيعانوا. Head injured إصابات في الرأس. In the car accident في حادثة السيارة. And they had immediate operations. Operations عمليات جراحية عاجلة. Irregular يعني منتظم. Severe يعني شديد. Simple بسيط normal عادي. طيب في الرأس وعملية بقى كانت إصابات مالها؟ Severe شديدة. A team of Egyptian and Chinese scientists فريق من العلماء الصينيين والمصريين experiments on the new medicines تجارب علمية على الأدوية. مالهم بقى بيرفورم يؤدي relieve اللي هي يخفف made يصنع reacted قام برد فعل طبعا يبقى performed هنا اللي هي بيرفورم هنا experiment اللي هي يجري. When children do badly at school لما الطلبة يأدوا بطريقة سيئة في المدرسة parents often with anger الوالدين نوع من الغضب call يتصل allow يسمح reflect يعكس react يستجيب أو رد الفعل بيكون الغضب يبقى react with anger. God hospital have programs for their surgeons. المستشفيات الجيدة بتعمل برامج للجراحين to be trained in all the latest surgical. Surgical هي الدواء والطبي. Objectives صفات أو أهداف. Reactions رد الفعل. Techniques أساليب. Examinations اللي هو الفحص طبعا بيتدربوا على الأساليب الجراحية الجديدة. It's the process of breathing air into the mouth. هي عملية تنفس الهواء من الفم of an unconscious person للشخص الغير واعي and pressing on their chest نضغط على صدرهم to keep them alive عشان نخليهم على قيد الحياة by sending air around their body احنا ندخل الهواء لجسمهم تاني VCR, BCR, CBR, MRI طبعا دي اسمها ليه؟ اسمها CBR cardiopulmonary resuscitation. I had an appointment at the dentist for a routine on Monday afternoon. أنا عندي موعد مع طبيب الأسنان. Routine examination فحص. Routine reaction رد فعل. Intention هي collaboration تعاون أو تعليمات. يبقى طبعا هنا إيه علشان فحص دوري وروتيني. بعد كده عندي هنا بيقول لي students are only to use the equipment. الطلبة هم فقط هذه المعدات in the laboratory under their teacher's supervision يعني تحت مراقبة المدرس. Discourage يحبط. Allowed مسموح. Prohibited معذور. Learn التعلم يبقى الطلاب فقط المسموح لهم باستخدام هذه الأدوات. The population of Egypt has been عدد السكان في مصر rapidly بسرعة which causes a lot of economic problems
عمل مشاكل اقتصادية، rising يرتفع، detecting اكتشف، decreasing يقل، وyarouse برضو يظهر، يبقى طبعا rising. You must make sure you understand the safety before you use the cutting machine. لازم تتأكد انت بتعرف، انت فاهم في استخدام السيفتي. constructions اللي هو انشاءات، policies سياسات، license اللي هو تراخيص، instructions تعليمات، يبقى تعليمات الأمان. The package which the postman delivered was، المجموعة اللي سلمها رجل البريد، was in plain brown paper، wrapped ملفوفة، locked مغلقة، done تخلص من، removed يعني أزالة، يبقى ال الحاجة اللي كانت جاية اللي كان جايبها رجل البريد كانت ملفوفة في ورق بني سادة، wrapped. بعد كده عندي page 12 بيقول لي the hospital tested the patient's blood، المستشفى فحصت دم المريض، for signs of، ده عشان نشوف علامات للنقط في ملاريا، لمرض الملاريا طبعا عايزين نقول عدوى. infected ده الفعل يعدي، infected مصاب بعدوى، infectious شيء معدي، infection عدوى، يبقى شافت علامات الايه، احنا قلنا عايز علامات العدوى يبقى infection. researchers الباحثين are cooperating to develop the vaccine، المصل بيتعاونوا عشان يطوروا المصل. the adjective of the verb cooperate، الصفة من cooperate، cooperate ده الفعل برضو نفسه، cooperation ده noun، cooperative دي الصفة، cooperating برضو noun، يبقى cooperative اللي هو تعاوني. the soldier had a deep wound، جرح عميق in his chest، في صدره. the word wound can be replaced by the word، ممكن نستبدلها بكلمة ايه، remedy اللي هو علاج، injury إصابة، cure علاج، trial اللي هي محاكمة، يبقى injury. doctors assure، الدكاترة بتتأكد أو بتؤكد، that a good diet، بتؤكد على إن ال diet الكويس and plenty of exercise والتمرينات will help you to not healthy، make healthy avoid healthy stay healthy remove healthy، يبقى في صحة جيدة، ده expressions اسمه stay healthy. many young women stop sports when they get married، يمارس رياضة، do sport، let sport، go sport، make sport، يمارس رياضة طبعا اسمها do sport. The minister didn't respond directly، الوزير لم يستجيب directly the accusations of parliament members، بالمطالبات بتاعة أعضاء البرلمان. يستجيب اسمها directly at، for، about، to، يستجيب لي اللي طبعا directly to. many parents often disagree، لا يتفق، the best way to bring up their children، disagree about، to، with، for طبعا disagree about اللي هنا معناها ايه، لا يوافق او لا يتفق، disagree about لا يوافق او لا يتفق، اللي هي من الاخر كده يعني يعترض. our national team must win the game، فريقنا لازم يفوز بالمباراة، to not sure of qualifying، يتأهل للورلد كاب، كاس العالم. do make design device، يتأكد طبعا اللي هي make sure. a supervisor will evaluate the new employees، الموظف، for at least 3 months، perform، يؤدي، performance أداء، performer المؤدي نفسه، performative أدائي، يبقى طبعا هو عايز employees الأداء بتاعهم اللي هو performance، عايز هنا noun اسم أداء الموظفين. the police are carrying out، بيجروا an examination of the crime scene، في مسرح الجريمة. the word examination is antonym of the word، عكسها negligence إهمال، attention اللي هي نية، response اللي هي استجابة، checking اللي هي فحص. طبعا the word examination عايزين عكس كلمة examination، بيجروا فحص وتحقيق في مسرح الجريمة، يبقى طبعا هنا بيعملوا عكسها اللي هي negligence اللي هي إهمال. يبقى طبعا عندي هنا الانتونيم نيجليجانس اللي هو الايه، اللي هو الاهمال، اللي هي طبعا كلمة اهمال. هنروح مع بعض البيج 17 صفحة 17، بيقول لي I couldn't make any calls during the safari trip as the night was very bad in the area. اول حاجة عندي سيجنال اللي هي اشارة التليفون، ولا مارك علامة، ولا ساين لافتة، ولا ماسك رسالة، هو مش قادر يعمل اي مكالمات لان الاشاره بتاع التليفون كانت مش كويسه في هذه المنطقه. the climbers established، المتسلقين عملوا a camp، مخيم، at the top of the mountain to spend the night، لقضاء الليله. اول حاجه عندي كلمه basis اللي هو اساس، basis اللي هي قاعده واساسي، وبيسك شيء رئيسي، وبورد اللي هو معناها لوحه السبوره طبعا، يبقى هنا عملوا base لي او عند base بتاع الماونتن، قاعده الجبل.
بعد كده بيقول the famous doctor was in the development of new cancer treatment في علاج الكانسر. author مؤلف entrepreneur اللي هو رائد أعمال أو رائد مشروعات. pioneer اللي هو رائد في المجال بتاعه. user مستخدم. the doctor was not in the development of the new cancer طبعا كان رائد في هذا المجال pioneer. getting a visa is a complex involving many steps and procedures. الحصول على فيزا يعتبر نقط معقد يتضمن خطوات وإجراءات كبيرة. process عملية ولا operation عملية جراحية ولا duty واجب ولا mission مهمة طبعا يعتبر process. the child's parents الوالدين بتوع الطفل must give their consent before she has the لازم يدوا موافقتهم قبل ال process ولا operation ولا option ولا task طبعا قبل العملية الجراحية. the new drug الدواء الجديد can be safely used in combination يستخدم مع with not medicines another آخر else آخر برضو others آخرون و other آخر اللي بيجي بعدها جمع مين طبعا other medicines أدوية أخرى. some species of plants بعض الفصائل من النباتات and animals exist in the rainforest موجودة في الغابات الممطرة and nowhere not on earth ومش موجودة في مكان آخر and nowhere بيجي بعدها يبقى nowhere another else others other طبعا nowhere else. I didn't have to renew my passport مش لازم اجدد الجواز it's still valid لسه متاح for not 2 years ادي رقم وكلمة جمع another other others the other طبعا another 2 years. the assistant hung a not المساعد او البياع علق not on the door of the shop that said it would reopen at 10 p.m. اعادة فتحه 10 مساء. signal mark sign letter عايزين نعلق لافتة او لافتة اللي هي sign. we love to watch the olympic competitions بنحب نشوف منافسات الاولمبيات especially the athlete لاعب رياضي athletic دي صفة رياضي اوتوماتيك اللي هو اصلي ولا اثليتكس العاب القوة طبعا بنحب نشوف الاثليتكس العاب القوة. نروح مع بعض البيج 18. دكتور سي ذات وايت بلاد سيلز خلايا الدم البيضاء هيلب ديفند بتساعد ذا بودي اجينست انجكشن اللي هو الحق انفكشن العدوى اوبريشن عملية جراحية ريفليكشن انعكاس طبعا بتساعد ضد الانفكشن العدوى. ذا لايف جارد بولد ذا بوي حارس الإنقاذ سحب الولد out of the swimming pool and did not for him to save his life CPR BCR VIP MRI وعمله طبعا CPR. raw meat and poultry اللحمة لأن شوية والدواجن may contain harmful therefore there must be cooked to high temperature لازم تبقى درجة حرارة عالية. plants ممكن يكون فيهم نباتات pains ألم organs أعضاء بكتيريا ممكن يكونوا محملين بالبكتيريا طبعا. like لحسن الحظ young doctor had his medical with him when the accident happened device اللي هي معناها أجهزة ولا techniques أساليب ولا kits أدوات ولا jokes نكت طبعا كان معاه medical kits اللي هي الأدوات الطبية. after putting out the fire بعد إطفاء الحريق some victims suffered from بعض الضحايا عانوا من difficulties and eye irritation وتهيج في العينين. suffered from disease مرض temperature درجة الحرارة breathing التنفس depression منخفض طبعا عانوا من التنفس breathing. children under 5 are vaccinated against الأطفال تحت 5 سنين بيبقى مطعمين ضد childhood disease such as smallpox and polio اللي هو الأمراض اللي هو زي الايه smallpox اللي هو الجدري وبوليو اللي هو شلل الأطفال. تعال نشوف بقى هنا كده بقى مطعمين من ايه عندي هنا normal عادي unimportant غير هام major رئيسي minor اللي هو أقلية أو ثانوي طبعا الأمراض الرئيسية. when I reached the hospital لما وصلت المستشفى my nose was and the doctor plugged it with cotton wool لفها بصوب pressing تنفس wrapping لف treating يعالج bleeding اللي هو النزيف طبعا my nose was not الأنف بتاعتي كانت بتنزف. and is a person with a high level of knowledge عنده معرفة عالية or skill in particular subject or activity بموضوع معين export يصدر explore مستكشف employer موظف أو سوري صاحب العمل و expert خبير طبعا يبقى expert. the new director has fall for the financial matters للموضوعات المالية of the company ability قدرة
passional اللي هو إمكانية، responsibility مسؤولية، ambition اللي هو الطموح طبعا عند responsibility. Father always says that a good education should give you a solid for life. التعليم الجيد بيدينا نقط for life. Injury إصابة، base قاعدة رئيسية، قاعدة صلبة يعني break قالب طوب، ولا bottom قاع طبعا بيدينا base. Two top athletes، اتنين من لعيبة ألعاب القوى اللي هما في التوب have been disqualified، لم يتأهلوا from the not after positive drug test، بعد ما اتعمل لهم اختبارات المخدرات. أول حاجة عندي هنا contagion عدوى، ambition طموح، championship اللي هي معناها بطولة، وعندي custody اللي هي رعاية أو وصية. طبعا استبعدوا منين من championship. The company has refused to reveal، رفضت إنها تعلن عن any technical about the new product، المنتج الجديد، until it went on sale، لحد ما ينزل في السوق. tips اللي هي نصائح، derivations اللي هو اشتقاق، examinations اللي هو فحص، details تفاصيل، طبعا رفض التعلن عن أي تفاصيل. our neighbor appeared weak، ظهر إن هو ضعيف and confused ومرتبك، causing his family to call for assistance from نقط service، طلب من العيلة إن هم يطلبوا نقط من النقط بقى. policy سياسة، efficiency كفاءة، emergency الطوارئ، detective اللي هو رجل مباحث أو محقق، طبعا emergency service اللي هو خدمة الطوارئ. we arrived at the airport late، وصلنا متأخر، but not our plane was delayed، طيارتنا تم تأجيلها. unlike سوء الحظ، for شنيت لحسن الحظ، commonly بشكل منتشر، regularly بانتظام، فورشنيت لحسن حظ ان الطيارة تم تأجيلها. بعد كده عندي هنا بيقول لي my grandfather pays، يقوم ب amounts of money to رسالة charity، لمنظمة رسالة to help the poor. pays يعني يقوم ب regular زيارات او كميات منتظمة، visual اللي هو بصري، gradual تدريجي، fake مزيف، طبعا pays regular amounts of money. visible light الضوء المرئي from the sun passes through the atmosphere، بيعدي من الغلاف الجوي to the earth bottom قاع. بعد كده عندي كلمة core اللي هي صميم، بعد كده عندي surface اللي هو سطح، وبعد كده عندي roof اللي هو السقف، طبعا يبقى surface اللي هو سطح الايه، سطح الأرض. you must ensure، انت يجب ان انت تتأكد the want is free from dirt، معلهوش اي يعني قذارة وكده، before applying ذا، قبل ما ان انت تقوم بايه، روب حبل، باندنج قبل ما تحط عليه الضمادة، كيور علاج، ولا ريبون اللي هو طبعا نزينه بالأشرطة قبل ما نضع عليه الباندج. a stranger was helpful enough to، الغريب كان متعاون لدرجة، the tourist through the narrow streets، شوارع الضيقة، to the سلطان حسن موسك، المسجد السلطان حسن، guide مرشد، distract يشتت، detect اكتشف، mislead يضلل، طبعا كان guide. we are sad that only few buildings، ان مباني قليلة، the war attacks in Gaza، damaged يدمر، stayed بقى، survived يبقى على قيد الحياة، ولا constructed اللي هو ايه، مشيد. يبقى we are sad that only few buildings، مباني قليلة جدا، not the war attacked in Gaza، يبقى طبعا سيرفايف الباقية. the actor was annoyed at the reporter's question، من السؤال بتاع الصحفي، and that he didn't want to give interviews، لدرجة انه مش عايز يعمل معاه interview بقى اللي هو مقابلة شخصية. أول حاجة عندي كلمة treated تعامل، responded استجابة، ورد فعل، refused رفض، applied تقدم بيه. يبقى طبعا the actor was annoyed at the reporter's question and responded that، ورده كان ان هو مش عايز يعمل interviews. he suffered a severe head injury، عنده صداع شديد جدا، the synonym of the word severe، مرادف كلمة شديد. عندي أول حاجة كلمة acute شديد، easy سهل، simple بسيط، strange غريب، يبقى acute. the paramedics who took the injured footballer، اللاعب المصاب، CPR for him when could save his life، trained made performed applied، قلنا يجري ال CPR اسمها performed CPR. Did you any new sport when you started high school this year؟ Make do give design يمارس، رياضة طبعا اللي هي do a sport.
بعد كده بيقول لي I had infection عدوى in my eye and my doctor said it was due to my lens. بسبب الايه؟ العدسات. يصاب بقى بعدوى. made a bad did device got. يصاب بعدوى سيالية طبعا. got a bad infection. The call center in the company can respond all customer complaints within 2 days. in to on at. يستجيب لكل العملاء طبعا. to respond to. The farmland near the Nile is very flat. مسطحة. The adjective flat is opposite of عكس flat. smooth fertile rough barren. طبعا barren يعني عقيم ورف يعني خشنة وفرتايل يعني خصبة وسموز يعني ناعمة. يبقى طبعا راف. poor hygiene can increase the danger of infection. النظافة العامة لما تكون مش كويسة بتزود خطر العدوى. the noun infection is similar in meaning to hygiene. نظافة الشخصية ولا سيرتاليتي العقم ولا contagion العدوى ولا sanitation التطعيم. يبقى طبعا contagion. the epidemics could react very quickly to the emergency call after the earthquake. the noun from the verb react اللي هو يستجيب. الاسم منها reacts ده فعل. reacted ماضي reactive ولا reaction هو عايز الناون الاسم يبقى reaction اللي هو رد الفعل. the nurse pressed on the one trying to stop the bleeding عايزة توقف النزيف. the verb press is antonym. كلمة press اللي هو يضغط. وبقول the nurse pressed on يعني ضغطت على. هو عايز عكس كلمة ايه؟ عكس كلمة press اللي هي يضغط. تعال نشوف بقى. عندي هنا كلمة compress اللي هو المكبس او الضاغط. عندي كلمة release يحرر او يفك يعني او يحرر او يعفي. squeeze اللي هي يعصر و treat اللي هي يعامل او يتعالج او يعالج. يبقى طبعا release. بعد كده عندي هنا بيقول لي a button had come my coat but I didn't notice it it was dark. a button had come for at in of. طبعا a button had come of my coat but I didn't notice it was dark. my brother advised me to up a new sport in order to be more social عشان اكون اكثر اجتماعية. مارس رياضة جديدة. set give take design طبعا take a sport اللي هي do a sport. the village mill الطاحونة had been in not for over 50 years before taking it down. operation process delay defect. يبقى the village mill الطاحونة had been not في process عملية for over 50 years. طبعا delay يعني يؤجل وكلمة defect اللي هي معناها خلل. the great pyramid is probably Giza's most famous which is visited by millions of tourists every year. الهرم الأكبر في الجيزة يعتبر أول حاجة. عندي كلمة ساين لافتة لاند مارك علامة مميزة سيجنال إشارة تليفون. لاند في المقلب القمامة طبعا لاند مارك. أولا someone who started their own business بيبدأ شغله مع نفسه. especially when this involves seeing a new opportunity من خلال فرصة جديدة. pioneer رائد في مجاله. inventor مخترع. entrepreneur رائد أعمال ومشروعات. ولا practitioner اللي هو صاحب مهنة. لأ طبعا يبقى entrepreneur. anything you share in your facebook page اي حاجة على الفيسبوك is shown shortly afterwards to everyone other else another others. احنا خلاص قلنا everyone اي شخص اخر اسمه everyone else او anyone else. we must put on before helping someone who's bleeding. لازم ان احنا put on ايه بقى؟ نرتدي الايه؟ first aid gloves اللي هو الصمغ. kits ولا gloves طبعا لازم نرتدي القفازات. I usually get my blood pressure checked ضغط الدم because I have heart problems عندي مشاكل في القلب. already بالفعل. regularly بانتظام. gradually تدريجيا. rarely نادرا طبعا يبقى regularly. follow the rules of cleanliness اتباع قواعد النظافة to avoid being with any serious disease. infected protected injected rejected. rejected يعني مرفوض و injected يعني محقون. يبقى طبعا to avoid being infected ان احنا نكون مصابين بالعدوى. the death of the young man was a big mystery كان سر كبير. irregular انتظام. sudden مفاجئ. late متأخر. postponed مؤجل. يبقى طبعا the sudden death الموت المفاجئ. athletes must understand the importance of their hearts regularly changing تغير. shaking اهتزاز. sharing مشاركة. checking فحص. طبعا the importance of checking their hearts فحص القلب. he was isolated in a separate room
cause of هو عزلوه في غرفة لوحده بسبب الانفكشن infect infectious infected بسبب طبعا العدوى. Parts of the final chemistry exam أجزاء من امتحان الكيمياء include an experiment deciding designing performing making يقوم بتجربة علمية perform an experiment. Is the synonym of very serious مرادف خطير serve يقدم أو يخدم simple بسيط severe شديد safe آمن يبقى severe. He applies the latest قدم أحدث in business management في إدارة الأعمال resilience مرونة techniques أساليب pioneers رائد emergence طوارئ يبقى techniques. The doctor pressed tightly on the wound ضغط على الجرح بشدة to stop the عشان يوقف ال bleeding تربية المواشي leading القيادة blooding الدم ولا bleeding النزيف طبعا عشان يوقف ال bleeding اللي هو النزيف. نروح لصفحة 24 24 على الجرامر بقى الـ obligation and necessity. Answer all the questions جاوب على كل الأسئلة. You not write your answers in ink الإجابات بتاعتك بالحبر. You need طبعا دي زي ما احنا عارفين بتاخد to مش to. You had to دي في الماضي والجملة مش ماضي. Didn't have to لست مضطر برضو ماضي. You must يبقى هنا you must. Did your brother pay a fine when the police stopped him? Did ثابتة لازم يكون معاها مصدر تمام. طيب had to مش مصدر must مجيش مع did. Have to مصدر has to مش مصدر المصدر هنا have to علشان did. Since his car was being repaired لأن سيارته كانت تصلح he not go to Alexandria by train. الجملة دي زمن ايه past يبقى أنا هنا هختار ماضي must مش ماضي ولا has to ماضي. طيب had to مضطر didn't have to مش مضطر لأن سيارته كانت تصلح هو نقعد بالقطار يبقى كان مضطرا had to. You have a lot of work tomorrow عندك شغل كتير. You not be late انت نقعد تتأخر يبقى يجب ألا عندك mustn't must مش هتنفع خالص ولا have to don't have to انت مش مضطر لأ ده بيلزمه يبقى you mustn't. You show your passport when you visit another country جواز السفر ده انت شيء مضطر له. Don't have to مش لازم لا طبعا need انت مش لازم لا. Had to ماضي جملة مش ماضي you have to الزام. بعد كده عندي هنا في 27 بيقول لي I this furniture furniture اللي هو الأساس الكرسي ترابيزة yesterday بالأمس it was really unnecessary. أول حاجة حدد زمن الجملة زمن الجملة ماضي تمام. طيب في حاجات مش هتنفع need انت دي بتاعت مضارع وشود مضارع. طيب عندك بقى had to buy كان لازم اشتري need انت have bought ما كانش المفروض اعمل الحاجة دي وعملتها. انا نقط الاساس ده بالامس انه كان غير ضروري يبقى I need انت have bought ما كانش لازم ايه اشتري. Mona take her sunglasses because it was cloudy خلي بالك من was cloudy جملة ماضي. طيب عندك انت needn't ده مضارع عندك mustn't مضارع يبقى had to ولا didn't need to تعال نشوف الجملة. منى تاخد النضارة it was cloudy الدنيا كانت cloudy يعني كان في سحب يبقى didn't need to مفيش شمس. We use our passport نستخدم جواز سفر they accepted our ID cards هم قبلوا مننا ال our ID برضو جملة ماضي عشان accepted. طيب had to احنا كنا مضطرين ولا didn't have to ما كانش لازم have to ولا have got to يبقى we didn't have to use our passport. We have got plenty of time عندنا وقت we not hurry we have got plenty of time احنا مش لازم نجري have to must needn't don't need طبعا don't need ناقصة to يبقى we needn't في النفي ما بتاخدش to اوعى تقول needn't to. You go shopping with us you can stay at home if you want يبقى انت مش لازم تيجي معانا مش مضطر don't have to mustn't ما فيهاش حظر must have to يبقى you don't have to لست مضطرا الى. بعد كده عند general exercise في 28 according to the law طالما قال لك قانون يبقى must و mustn't. driver سواقين stop at stop signs had to mustn't must can't لازم يقفوا لما يلاقوا الاشاره يبقى must. if you have a garden لو عندك حديقه you not water the trees regularly or they will die نروي النباتات طبعا ده لازم هتموت mustn't have got to had to need طبعا need ناقصة to و had to جملة مش ماضي أصلا يبقى you have got to.
Do you go to work today? No, I don't because it's a Friday. هل انت لازم تروح النهارده؟ Do you must? Must ما يجيش مع do. Haven't got ما يجيش مع do. Need ناقصه to. Have to. يبقى هل انت مضطر؟ Do you have to. حسن finish the report quickly because the deadline is today at 4 p.m. يبقى لازم ينهي التقرير. حسن has to مضطر. Need ناقصه is. Mustn't لا يجب. Needn't ليس في حاجة. لا ده هو لازم. يبقى حسن has to. When we were the teenagers لما كنا في المراهقة. We not be home by 9 o'clock. الجملة ماضي. Don't have to ده مضارع. Have to برضو مضارع. Had to ماضي. Want مستقبل. يبقى we had to. When we were students واحنا طلبة. We not take as many exams as students nowadays. زي الطلبة بتوع دلوقتي. جملة ماضي برضو. Should مش ماضي. Don't have to مضارع. Have to مضارع. Didn't have to ما كناش مضطرين. I can't see the small print very well. مش شايف البرنت كويس. I think I not wear glasses soon. ألبس نظارة قريبا. مستقبل اهو. Won't have to مش لازم ولا will have to ولا had to ولا don't have to. هضطر إلى will have to. جملة مستقبل فيها think وفيها soon. It's to know how to do CPR to help people in need. ازاي نعمل CPR. It's necessary to. من الضروري. prohibited محظور. It's have to. مش هسمع it's have to. It's a must. لا اسمع it's a must. يبقى it's necessary. I knew that my son washed the car. عرفت ان ابني غسل السيارة. ماضي هو. So I not it. I had to wash. لازم اغسلها. Needn't have washed. كنتش في حاجة. Didn't have to wash ولا wash. طيب الفرق بين needn't ان انا عملت حاجة ما كانش المفروض تتعمل. دي انا ما عملتهاش. يبقى انا عرفت ان ابني غسل السيارة. يبقى I didn't have to wash. انا مش مضطر. It's to take the medicine regularly when you are well. It's a must. ضرورة. It's allowed. مش حاجة اسمها it's allowed to. مسموح لك. It's banned. محظور. It's unnecessary. انه ليس من الضروري. الدواء طبعا ضروري اسمها it's a must. Your injury wasn't serious. الجرح بتاعك ما كانش خطير. You're not a doctor. جملة ماضي. You had to see. كان لازم. You needn't have seen. ما كانش لازم. Must see. Don't. ده كله مضارع. يبقى you needn't have seen. كنتش مضطر ان انت تشوف دكتور. I, my English teacher, مدرس الإنجليش, I'd like to ask him or her some confusing question. I must see, لازم أشوف. Needn't, لست في حاجة. Had, كان لازم. ولا allowed to see, طبعا I must see. Modern factories, المصانع الجديدة, the best machines to increase production. Have to, ولا needn't have, ولا mustn't have, ولا have to have. طبعا يجب ان تمتلك. المودرن فاكتورز. هاف تو يجب ان افضل. لا المفروض اقول هاف تو هاف. هاف دي معناها يجب ان وهاف دي معناها يمتلك. يجب ان هي تمتلك. وي توك تو ايتش اذر بيكوز ات واز ان اكزام. كان امتحانا. ماضي اهو. شودنت مضارع. كانت مضارع. ماسنت ورنت الاو تو كلهم مضارع ما عدا غير مسموح لنا. It was my day off yesterday. كان يوم الأجازة. So I not get up early. ما كانش لازم أصحى بدري. Needed to. في حاجة. Didn't have to. طبعا ما كنتش مضطر. Didn't have to. You phone me at work. تكلمني في الشغل. We aren't allowed personal calls. مش مسموح لنا مكالمات شخصية. You needn't. يجب ألا. You have to. Need to. Mustn't. طبعا. You not. أنت not. تكلمني في الشغل. مش مسموح لنا. يبقى you mustn't. You mustn't park here. It means that. يجب ألا تركن هنا. دي معناها it's necessary to park. ضروري تركن. It isn't necessary. ليس من الضروري. It's against the law. ضد القانون انت تركن ولا باركنج. Isn't forbidden. مش ممنوع. طبعا it's against the law. Nobody enjoys. لا أحد استمتع. Get up at 5 o'clock in the morning. Enjoys. Have to. Having to. Has to. Will have to. طبعا nobody enjoys. لا أحد يستمتع. Having to get up early. عشان nobody. عشان enjoy. ing. One of the following choices give the same meaning to the following sentence. عايزين جملة تدينا نفس معنى الجملة دي. We didn't have to wear coats yesterday. كناش مضطرين نلبس جواكت. As it was so. لأن الجو كان حر. يبقى هما اللي بيسوش. It's necessary for us to wear. لازم نلبس النهاردة. It wasn't necessary for us to wear. ما كانش لازم نلبس امبارح. It wasn't advisable for us to wear. ما كانش منصوح ان احنا نلبس. We needn't have worn. ما كانش لازم نلبس. لا ده needn't have دي معناها ان احنا لبسنا. يبقى it wasn't necessary for us. Necessity is expressed in one of the following sentences. في جملة من دول فيها ضرورة. عمر didn't have to find. طبعا didn't have ديت اللي هي الايه
ده طبعا اللي هو الاضطرار، احنا عايزين الضرورة هنا. أسامة needn't find another job، أسامة had to find، ولا أسامة doesn't have to find؟ طبعا أسامة had to find another job، كان مضطر ان هو يشوف وظيفة جديدة. بعد كده عندي هنا بيقول لي you take this medicine you are quite well now، انت دلوقتي لحد ما كويس، يبقى مش لازم. don't have ناقصة to، aren't allowed ناقصة برضو to، needn't لست في حاجة، ought ناقصة to، يبقى you needn't. it's to follow traffic rules قواعد المرور، it's necessarily، it's a must، it's an option، it's a necessity. طبعا it's a must انها ضرورة. he was accused of disobeying traffic rules، كان متهم بعدم اتباع قواعد المرور، and not a fine. needn't to pay، مش لازم يدفع غرامة، had to be paid، ولا needn't to have paid، ولا had to pay، كان مضطر ان يدفع غرامة، يبقى had to pay. you more sugar the juice became too sweet، العصير بقى طعمه حلو جدا، يعني الحلاوة فيه زادت خالص، يعني يبقى هو كده عمل حاجة المفروض ما كانش حصلت. you had to add كان لازم، ولا needn't to have added، ولا didn't have، ولا mustn't have. دي انا ما عملتش، انما دي انا عملت، هو بيقول له انت زودت السكر خالص، يبقى needn't. which of the following doesn't show lack of necessity، لا يبين عدم الضرورة. تامر doesn't have to pay for the ticket، مش لازم يدفع تمن التذكرة، it's for free. أمال needn't to worry nothing is painful، مش حاجة مؤلمة. it is it necessary for us to buy more sugar we have much at home، ولا we need to follow traffic rules، احنا محتاجين ان احنا نتبع قواعد المرور. كلهم طبعا عدم ضرورة ما عدا we need to follow. young athletes لاعبين القوى الشباب miss the chance to check their heart examination it's very important for their health، يجب ان هما ما يفوتوش فحص القلب. must don't need ناقصة to don't have to mustn't طبعا mustn't miss. علي wear a tie at work، رفضت في الشغل، it's a rule قاعدة، has to must have to mustn't، طالما قال لي طبعا it's a rule، يعني هو هنا ما عندوش حرية الاختيار، يبقى علي طبعا ماله has to wear a tie. I'll give you a lift so you walk to the station، انا هديك توصيلة عشان كده انت مش مضطر تمشي المحطة. must don't have to had to mustn't، يبقى you don't have to. I eat healthy food if I'm going to be an athlete need shouldn't must don't have to، طعام صحي لو انا عايز ابقى رياضي، I must الزام شخصي. one of the following is incorrect did she have to be a fine when the police stopped her he needn't have got up so early it's a holiday مظبوطة. you mustn't smoke in hospital ما تدخنش في المستشفى مظبوطة. you don't have to be late it's very important meeting انت مش مضطر تتأخر اجتماع مهم، يبقى طبعا هي دي اللي خطأ. بعد كده عندي هنا 31 31 بيقول لي a needle and a thread الإبرة والخيط are the most important items أهم عناصر in the sewing في خياطة. my not mother always keeps in her handbag tool أداة device جهاز كتل هو الصندوق وتروما اللي هو صدمة، طبعا ده يعتبر أهم حاجة في السوينج كيت. the government insists on الحكومة مصرة على an action to prevent people from polluting the Nile do an action encouraging avoiding making يقوم برد فعل do. services are the organizations that deal with accident بتتعامل مع الحوادث and urgent problems والمشاكل الطارئة such as fire الحرائق illness المرض crime الجريمة. entertainment التسلية ولا deficiency العجز ولا communication التواصل ولا emergency الطوارئ طبعا emergency. اسماعيلي is a famous team فريق الاسماعيلي became the first Egyptian team to win a major African match يفوز بمباراة trophy كأس reward مكافأة present هدية طبعا يفوز بكأس. the old man was who suffered a heart attack was in أو the old woman الامرأة كانت بتعاني من مشكلة في القلب بين أن unable to call for help severe مشكلة خطيرة gentle لطيفة light خفيفة several متعدد طبعا severe. most of the players well in the match but they didn't win the match made well ignored well performed well ruined well أدوا بطريقة جيدة performed well.
We went to a special course. رحنا كورس خاص to learn how to give first to accident victims. ضحايا الحادث. Help aid drug operation. طبعا most of the players not well in the sorry went to a special gate to give first aid اللي هو الإسعافات الأولية. Lifeguards are trained on. المنقذين متمرنين على CPR as they save people from drowning. عشان ينقذوا الناس من الغرق. Invent CPR. Make do design. طبعا CPR تاخد perform أو do. The weather forecast نشر أو التنبؤ بالطقس says that today's temperatures will be for the time of the year. Average معدل natural طبيعي common شائع normal عادي أو طبيعي طبعا will be normal. The staff in our office are used to meeting once a month. Gradually تدريجيا scarcely نادرا rarely نادرا regularly بانتظام يبقى regularly اللي هي طبعا ايه بانتظام. بعد كده عندنا بيقول لي unfortunately لسوء الحظ will have to wait for 2 weeks for the exam results. هنا مديني 2 weeks يعني اسبوعين رقم اهو. Another other others else اللي بيجي بعدها رقم زي ما قلنا مين another. بعد كده بيقول لي خالد decide to carry up a new sport at the sports center. Make do give take. عندنا طبعا لو يمارس رياضة على طول do a sport. طب لما يديني up a new sport يبقى take up. The young doctor really has amazing skills. عنده مهارات رائعة. The word skill can be the opposite of the word. عكسها كلمة A. Routing, system, space, incompetence اللي هو العجز طبعا incompetence. It's important to your car engine olive oil daily for safety. المحرك نشوف البنزين بتاع السيارة يوميا عشان الأمان. Produce, ينتج, check, نفحص, share, يشارك, save, ينقص طبعا يبقى check. The who took part in the Olympic were tested for drugs. اتعمل لهم اختبار عقاقير. Athletic ولا athletics ولا athletes ولا reporters المراسلين طبعا بيعملوا اللاعبين اللي هم الأثليتس مش هيعملوا الألعاب اللي هي القوة. بعد كده عندي هنا الجرامر اللانجويج الالزام. leave school when you were only 14 وانت عندك 14 سنة. طيب الجملة في الاول هنا جايب لك when you were يبقى الجملة زمانها past ماضي. في اختيارات هنستبعدها طبعا طالما الجملة ماضي. will مستقبل want مستقبل. طيب عندي did ماضي where ماضي. طيب هنا بقى بيقول لك did you have to leave هل انت كنت مضطر ولا were you forced leave كنت مجبر. ما ينفعش اقول فورس لو جيت بعدها ليف تاني. لا يبقى did you have هل انت كنت مضطر تسيب المدرسه when you are only 14. children in my country go to school when they are 7 it's obligatory ده شيء الزامي يبقى doesn't have to ده بدل children اصلا جامع. children in my country has to برضو مفرد الاثنين دول مفرد. have to ولا needn't have gone needn't have gone ده ماضي يبقى have to. You drive on the right in Britain. تقود على اليمين في بريطانيا. Mustn't. Has to. اليوم ينفعش ما has to. Have to. ولا don't have to. لست مضطرا طبعا ده قانون يبقى you mustn't. This is an opportunity that comes once in lifetime. دي فرصة بتيجي في المر في الحياة مرة واحدة. We not let it pass. يجب ألا نتركها تغادر. Don't have to. Shouldn't have. Needn't have. Mustn't. يبقى طبعا we mustn't. يجب ألا. The strong advice. نصيحة قوية. I to go now. I have a class in 10 minutes. I had better to. I have got to. I must ما بتاخدش to. Should ما بتاخدش to. يبقى I have got to. مضطر. If I fail my exam, I take it again in August. شهر أغسطس. Does. وبعد كده يعني ينفع أقول does. وبعد كده أقول I have to. ولا أقول did. وبعد كده أقول have to. ولا أقول will. بعد كده have to وبعد كده اقول do. طيب هنا طبعا هنقول will. I have to take it again in August. عندي هنا question علامة استفهام وعندي هنا if في الحالة الايه الحالة الاولى. We our towels filled because we knew the hotel would provide some. طبعا الجملة هنا لو احنا قريناها كويس هنلاقي ان احنا عندنا هنا new زمن ماضي فالجملة هنا ماضي عشان لو في حاجة مش ماضي هنشيلها. هنشيل دي طبعا وهنشيل ايه وهنشيل don't. طيب we didn't need ولا needn't have الفرق ان دي ما عملش ودي عمل. our towels because we know the hotel would provide some يبقى we didn't have to bake مش لازم نعب عشان الفندق هيدينا. I arrive at work at 9 sharp الساعة 9. my boss is very strict صارم جدا. I need ناقصة to needn't
ولا mustn't ولا have to. البص شديد جدا، يبقى انا ايه مضطر ان انا اوصل الساعة 9، يبقى have to. سهى work such long hours, she can complete her work tomorrow. تكمل بكرة، يبقى مش لازم. doesn't have to, must, has to, mustn't طبعا doesn't have to. she home yesterday because her little son was sick. ابنها كان مريض. طيب الجملة هنا قولك yesterday يبقى ماضي، شيل كده المضارع دي كده خلاص. طيب يبقى قولي she didn't have to stay home yesterday، ولا she needn't have stayed، ولا she had to stay. ابنها كان عين كانت مضطرة، يبقى had to stay. you ride a bicycle in this park, it's forbidden. محظور، يبقى حظر ومنع. needn't, mustn't, don't have to, aren't allowed. aren't allowed المفروض يجي بعدها to، يبقى you mustn't ride. the windows شبيك locked clean، شكلها نظيف. I not wash them. mustn't, can't, didn't have to, had to. طبعا locked جملة ماضي، يبقى didn't have to. you smoke in hospital, it's forbidden. mustn't, don't have to, have to, had to. تدخين في المستشفى، يبقى mustn't. does he type these letters now. does محتاجة مصدر. has مش مصدر، ولا had مصدر، ولا must تيجي مع does، يبقى have to. she about going to the dentist, he was very kind. كان طيب جدا، يبقى ماضي. must worry, had to worry, needn't have worried, needn't worry. الوحيد اللي ماضي هنا needn't have worried، ما كانش فيه داعي للقلق لان هو كان طيب جدا في التعامل بتاعه. مكملين في كتاب جيم طبعا، تانية ثانوي الوحدة الاولى، lesson 3 و 4 الدرس التالت والرابع. my little sister was taken to hospital، الاخت الصغيرة اخذت المستشفى. because her white blood، لان ال white blood، white يعني ابيض و blood يعني دم. count is very low، organ عضو في الجسم. مولكيول جزئية، سيل خلية، اتوم اللي هي ذرة. عايز هو يقول ايه هنا؟ خلايا الدم البيضاء منخفضة، يبقى كلمة سيل هي خلية. كار كامبان الشركات السيارات are looking for ways to not sales in Africa after the rise in prices، بعد ارتفاع الأسعار. ways to ايه بقى؟ decrease انها تقلل. prove يثبت. post يتفاخر. boost تعزز او تدعم، عايزة تدعم الأسعار، يبقى post. بعد كده بيقول the NOAAD system is the system by which your body protects itself against disease، جسمنا بيحمي نفسه ضد الأمراض. digestive الجهاز الهضمي، من المناعي، respiratory التنفسي، nerve العصبي طبعا الجهاز المناعي. I'm always grateful، أشعر بالامتنان والشكر to members of my family، لأفراد عائلتي who have me in some many ways supported، بيدعموني طبعا هما اللي بيدعموني. to stay fit عشان تحافظ على لياقتك you should choose a varied rich in whole grains، في كل الحبوب vegetables والخضروات والفروتس الفاكهة and low in fats. order right fight diet نظام غذائي طبعا ال varied diet نظام غذائي متنوع. my son's teachers مدرسين my son's teachers said المدرسين قالوا badly at school believing behaving punishing rewarding طبعا behaving يعني يتصرف punishing يعني عقاب طبعا I've been behaving badly at school يعني مدرسين ابني قالوا ان هو بيتصرف بطريقة سيئة في المدرسة. the company has learned from its past الشركة اتعلمت من الباست not in dealing with customers في التعامل مع الزبائن complaints شكاوي الزبائن so they made a profit عشان نظام الربح achievement انجازات courses دورات favors معروف و mistakes أخطاء يبقى اتعلموا من أخطاء الماضي. medical facilities الخدمات الطبية have greatly in the last few years especially in the countryside increased زادت improved تحسنت raised يربي trained تمرنت طبعا يبقى improved تحسنت. during the fire أثناء الحريق the old man inhaled stanchak the smoke and started badly coughing يكح healing يشفى smiling يبتسم smiling يشم يبقى coughing. the government is trying to الحكومة local and foreign businesses والأعمال الأجنبية to invest in the projects carried out in Egypt المشروعات اللي تتنفذ في مصر. persuade يقنع attack يهاجم order يأمر discourage يحبط أو يثني يبقى persuade الحكومة بتحاول إنها تقنع الشركات الأجنبية والمحلية إنها تستثمر في المشروعات اللي بتجرى فين في مصر. نروح مع بعض ال 36 اللي هو طبعا إيه تشيك بوينت التاني. many workers are worried قلق losing their jobs because of the bad economic situation الوضع الاقتصادي السيء قلق على worried about for with in طبعا worried about
قلق على أو قلق بخصوص. My grandmother is keen on notes of the dates of all grandchildren's birthdays. أعياد ميلاد الإيه الأحفاد. طيب يدون ملاحظات do notes ولا make notes؟ طبعا كلمة يدون ملاحظات اسمها make notes. The information desk has maps في خرائط and pamphlets منشورات which can help all tourists. Explain, unexplained, explanatory تفسيري explain سيشرح. طبعا the information desk has maps and explanatory pamphlets ومنشورات توضيحية. If you don't like the job لو مش عاجبك الوظيفة why will you apply for it in the first place location position area ليه تقدمت لها من الأول طبعا في ال in the first place. The project won the support of the local community المشروع فاز بدعم المجلس المحلي. The word support is similar in meaning كلمة يدعم export يصدر import يستورد report يبلغ assistance يدعم طبعا يبقى assistance. All boys scouts are trained on first aid in their camps. في المعسكرات بتاعتهم بيكونوا متدربين على هذه الايه هذه الاعمال. تعال نشوف هنا بقى كده اول حاجة making devising doing exploring. طبعا first aid بتاخد do first aid يقوم بالاسعافات الاولية. The air hose مضيفة الطيران asked the passengers not to leave their seats and not calm يبقى هادئا. Behave calm, remind, move, stay يبقى هادئا طبعا ليه اسمها stay calm. The new service helped boost profits by 10%. الخدمة الجديدة دعمت الأرباح بنسبة 10%. The word boost can be the opposite of the word عكس يدعم add, join, hinder, يعيق, separate يفصل حاجة بالدعم والتانية بتعيق. The young politician السياسي الشاب is a persuasive speaker شخص مقنع. The synonym of the word persuasive عايزين مرادف مقنع convincing ولا argumentative ولا tricky ولا discouraging يبقى convincing مقنع. My teenage cousin behaves like a child بيتصرف زي الطفل. The noun of verb behave is behaves behaved behavioral behavior الاسم اللي هو كلمة سلوك اللي هي behavior. نروح مع بعض ال 41 41. The film makers pleased صناع الفيلم in all national newspaper في كل الجرائد and TV channels for the new film. Advertisement إعلانات announcement تصريحات rehearsal اللي هي مراجعات أو بروفا وtrials اللي هي محاكمات يبقى advertisement إعلانات. The doctor tried hard to preserve blood flow يحافظ على تدفق الدم to the patient brain للمخ and the other vital members أعضاء الفريق device أجهزة organs أعضاء في الجسم instruments اللي هي الآلات يبقى طبعا organs. Most babies like the that make a noise when you shake them statues تماثيل dolls اللي هي العرائس games ألعاب toys ألعاب أطفال يبقى toys. مايك تايسون المصارع المشهور أو الملاكم the famous boxer was the heavyweight of the world for many years hero ولا champion ولا trainer ولا apprentice يتدرب طبعا champion بطل الوزن التقيل لسنوات كثيرة. The young graduate had to الخريج الشاب had to do a not teacher training course to get a job at the government school في مدرسة حكومي two years طبعا هنا لما يكون عنده صفة وفي رقم ما بنجمعش الرقم يبقى 2 year a 2 year هو teacher. The real of the war where the young men who fought on the front lines كانوا بيقاتلوا في الصفوف الأولى في الحرب champions ولا heroes ولا actors ولا organs هنا أبطال الحرب اللي هم heroes. The coach insists that every team must attend early morning training part goes individual فرد member عضو في فريق organ عضو في الجسم يبقى member. My grandfather used to spend most of the afternoon two songs by أم كلثوم listen يستمع listened الماضي listens listening يبقى spend most of the afternoon listening to يستمع إلى. We went on a night trip to شرم الشيخ last summer لسه حاليا واحدة زيها two weeks طبعا لما يديني إيه هو بيجي بعدها مفرد وادي اسم مفرد عندنا موجودة هوت يبقى two week. A formal about the rising price will be made in the parliament. Formal note في البرلمان علشان ارتفاع الأسعار by the minister عن طريق الوزير next week. Advertisement إعلان في التلفزيون. Announcement تصريحات. Proof دليل. Target مهمة.
يبقى طبعا announcement. بعد كده عند هنا 42 42 بيقول لي the audience of the play مستمعين بتوع المسرحية ومشاهدين was to turn their cell phones off يطفو التليفون in the theater remembered يتذكر memorize ذكريات reminded ذكروا forgotten نسوا يبقى the audience of the play was reminded to تم تذكيرهم. Doctors warn us that kids in الأطفال shouldn't be fed a of hamburgers and sugary snacks. Fight, right, diet, course. طبعا not to be fed a diet of اللي هو وجبة غذائية من الهمبرجر والكلام ده كله ده مضر. In order to lose weight عشان نخس في الوزن I know at an aerobics class رحت خدت حصص في الأيكروبات in the nearby gym. Joined, connected, allied, demolished. Demolished يعني محطم واللايد طبعا اللي هو ايه يعني زي ما يكون حد متحالف مع حد وكونكتد يعني متصل يبقى جويند ينضم. The dish we had at our grandfather's house is one to prepare consisting only of fries and vegetables. اول حاجه بيقول لي duplicated ولا interested ولا في غامض ولا simple بسيط. طبعا كان simple one كان بسيط جدا. A is an instrument used in scientific study في الدراسة العلمية for making very small things look larger خلي الحاجات الصغيرة كبيرة so that you can examine them carefully بيكبرها يعني التلسكوب ولا الميكروسكوب طبعا أكيد الميكروسكوب. It would be difficult to Nagy to leave his present job for a new one. It would be difficult to not Nagy to leave his present job for a new one. Persuade يقنع make يصنع let يسمح employ يوظف طبعا. It would be difficult to persuade ناجي اللي هو يقنع. Before we traveled on our long holiday the furniture had been in a protective clothes. Replied joined linked covered طبعا كان before we traveled on our long holiday the furniture had been covered in لازم نغطيه بقماشة للحماية. أحمد's visits gave his grandparents a lot of as they loved him so much. Sorrow اللي هو الحزن pleasure سعادة frustration deconcentration تركيز طبعا sorrow اللي هو sorry pleasure اللي هي الايه السعادة. Cairo University runs language بتجري language for all levels from beginners to professional ones games trips matches courses بتعمل طبعا كورسات اللي هي courses. The new player skillful performance أداء اللاعب should the team's result this season join increase boost discourage طبعا لتدعيمه يبقى post increase يعني يزود discourage يعني يحبط. The manuscript المخطوطة was not original ما كانتش أصلية as it contained numerous spelling mistakes فيها أخطاء fictions خيال fractures اللي هي قصور وparties اللي هي حفلات طبعا mistakes. Iron is important because we need it from new blood that carry oxygen around the body. Beings كائنات cells خلايا bones عظام race السباقات يبقى طبعا cells اللي هي الخلايا. Likely the bullet passed through the soldier's body without hitting vital. لحسن الحظ طلع عدت من جسم الجندي بدون members device limbs organs limbs طبعا ليه أطراف organs اللي هي أعضاء الجسم. To increase your efficiency عشان تزود الكفاءة at work it's important to keep work and family life joint اللي هي واصلة strange غريب demolish يعني separate منفصل يبقى طبعا life separate. بعد كده بيقول لي the meal which we had at the new restaurant was delicious and absolutely terrible سيئة perfect ممتازة strange غريبة awful بغيضة كانت جميلة يبقى perfect. A is a living thing كائن حي too small to be seen without a microscope صعب نشوفه من غير مايكروسكوب that cause disease in people, animals and plants. Virus الفيروس ولا سيل خلايا ولا تشو منديل ولا تومور اللي هو الورم يبقى طبعا ده الفيروس. By law بالقانون an employer صاحب العمل can't fire someone فعش يطرد شخص without a valid for doing so. Reason result research cause طبعا من غير سبب واضح يبقى reason. All Egyptian squash champions كل أبطال squash are sorry that their game isn't included زعلانين ان اللعبة بتاعتهم ليست في the not games athletic olympic advanced competitive طبعا ان السكواش ليست لعبة اولمبية انما advanced يعني متقدم. The police officers ضباط found no evidence of illegal activity in the fire illegal activity النشاط اللي هو الغير مصرح بيها والغير قانوني affecting اللي هو يؤثر
ولا defective اللي هو مختل، ولا persuasive مقنع، ولا moving متحرك؟ طبعا persuasive سبب مقنع. The judge, God didn't believe the criminals that he had stolen the money in order to give it to charity. القاضي لم يقتنع بالcriminals detection اللي هو اكتشاف، ولا invention اختراع، ولا intention نية، ولا explanation توضيحات والتفسيرات criminals explanation. بعد كده بيقول لي we have made an important to our fashion collection recently. عملنا important add يضيف addition إضافة additional إضافي و added إضافة يبقى addition. Children find endless pleasure سعادة غير طبيعية playing with water. The antonym of the word pleasure عكس سرور enjoyment متعة happiness سعادة sadness حزن delight فرح يبقى sadness. My little daughter ill after eating a bad meal in the restaurant. Cured ill, did ill, made ill, got ill يصبح مريضا ليه got ill. I lay awake أنا كنت رايح صاحي in bed for hour thinking the trip I am going on the next day يفكر في think of at in for يفكر طبعا في ليه think of. I think that going to the beach is a brilliant idea فكرة as adjective brilliant is similar in meaning brilliant يعني excellent ممتاز ordinary عادي common share doubtful مثير للشك يبقى excellent. My wife and I have a separate bank accounts حسابات مختلفة. The synonym of the word separate is مرادف منفصل connected متصل contacted على اتصال بي isolated منعزل combined لمجتمع يبقى isolated. My elder brother أخي الكبير has been very interested photographed since he was at school مهتم بي interested at on for in طبعا interested تاخد حرف الجر in. محمد joined a new language course لغة جديد and was able to the course in a short time make do give reply طبعا do a course. Do you think you can persuade your cousin to lend us the money? The noun of the verb persuade الاسم من كلمة يقنع persuade ده الفعل ده الماضي persuasion اقناع persuasive دي الصفة هو عايز الاسم يبقى persuasion اللي هو الاقناع. بعد كده هنا عندي بيقول لي the young mother stayed all night by her son's bedside as he was very ill. ابنها كان مريض جدا فطرة انها تسهر بقى. يسهر اسمها stayed up in for at عندنا طبعا يسهر اسمها stayed up late معناها يسهر لحد وقت متأخر. In the weeks that followed الأسابيع القادمة my health continued to improve تتحسن the opposite of the verb improve عكس يتحسن advance يتقدم enhance يعزز defy اللي هو تحدي deteriorate اللي هو يتدهور يبقى تتدهور. Despite the bad situation بالرغم من الموقف السيء in the hospital the doctors try to not calm stay calm stay calm take calm explain calm يبقى هدين ليه stay calm. The band الفرقة الموسيقية are all used to wearing strange clothes in their concerts organs أعضاء في الجسم members أعضاء في الفريق يبقى طبعا members أعضاء الفرقة. إنما طبعا كومبوزرز ملحنين و authors مؤلفين. My grandfather was a 6 October war a former fighter pilot طيار مقاتل رسمي champion بطل في بطولة رياضي hero organizer innovator مبتكر لا طبعا hero. The young actors الممثلين have been very busy since the of their wedding لأن not of their wedding حفل الزفاف announcement إعلان تصريح يعني advertisement إعلان في التلفزيون summary ملخص option اختيار طبعا announcement اللي هو الإعلان عن حفل الزفاف. The immune system sends جهاز المناعة بيرسل to find the virus that attack your body أول حاجة هنا seals اللي هو أختام ولا سيلز مبيعات ولا soil تربة ولا سيلز خلايا طبعا خلايا الدم. I'm going to take a 5 course on how to cook Spanish dish احنا قلنا في الصفات a 5 ومديني سلاش لا تجمع الكلمة بعدها ما تنجمعش day days 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 يبقى دي لو عايز اجمع بجمع كلمة course. We must our immune system to enjoy good health post يتباهى post يعزز first ينفجر we past اللي هو السابق يبقى طبعا post. Our science teacher always supports us so much بيدعمنا support here is antonym of عكس يدعم assist يقاوم disappoint يحبط assist يحدد أو يفرض ولتي يعني يسمح يبقى disappoint. I'm so sorry to tell you that only club are allowed to enter
numbers أرقام، members أعضاء الفريق، crew طاقم، enemies أعداء طبعا أعضاء الفريق members. This advertisement will help boost the sales، هيدعم المبيعات. Boost here السن مرادفة ل promote يدعم، increase يزود، fail يفشل، A and B الاتنين معناهم يزود. His good manners طريقته made him to bad ideas affected يؤثر، available متاح، influenced يتأثر، immune مناعي طبعا. His good manners made him immune to bad ideas يبقى يقدر يتصدى لهذه الأفكار السيئة. ذاكرني الكلى is a vital in the human body member عضو في الجسم، hero بطل، organ عضو في الجسم، sample عينة يبقى طبعا organ. ريماس is fluent عندها طلاقة، and very she can make you do what she likes help متعاونة، cruel قاسية، aggressive عدوانية، persuasive مقنعة يبقى persuasive. Can you explain the not why the climate change in the world reason السبب result النتيجة cause سبب effect تأثير طبعا طالما جاب لي بعدها why يبقى the reason why. نروح بعد كده ال 46 على اللانجوج. You see a doctor your leg is bleeding رجلك بتنزف يبقى نصيحة قوية. Mustn't don't have لست مضطر must need ناقصة to طبعا you must. You spend too much money you will want some for your holiday خلي شوية الأجازة. You mustn't you have to can't must طبعا لا يجب you mustn't. ياسمين be careful with what she eats because she has diabetes عندها مرض السكري. ياسمين needn't مش لازم تكون حريصة could shouldn't need to في حاجة إلى أو مضطرة needs to. You wash these fruits I have already washed them أنا خلاص غسلتهم أنت مش لازم mustn't can't needn't had to لست مضطرا يبقى needn't. الصن الابن بيكلم مامته مام I don't want to clean my room مش عايز نظف الغرفة not clean it right now yes right now. Have I to? Do I have to? Do I must? Must I have to? Must ما بيجيش مع have ولا بتيجي مع do. مش حاجة اسمها have I to اسمها do I have to هل يجب أن. بعد كده عندي تمرين عام بقى هنا بيقول لي if there is a fuel short لو في نقص في الوقود solar energy الطاقة الشمسية has to develop will have to be developed يجب أن تطور will have to develop had to be developed. مبدئيا الجملة ديت passive الجملة دي مجهولة لأن الطاقة الشمسية مش هتطور نفسها تطور يبقى will have to be developed. To keep fit عشان تحافظ على لياقتك and stay healthy you enough kinds of exercise have to take used to عادة في الماضي might have taken احتمال ought to have taken طبعا you have to take. The car broke down السيارة تعطلت and we have it to service station have to had to should ought to السيارة تعطلت بروك داون يبقى ماضي يبقى احنا كنا مضطرين had to have. The reports التقارير by 4 o'clock because the manager is going to sign زي ما يوقع عليها. Must be finished يجب ان تنهى. Must finish التقرير مش هينهي نفسه ده جملة مجهولة. Should have been finished كان يجب ان يفعل. Had to be finished لا طبعا الجملة مضارة. Must be finished. الزام passive. It isn't necessary for us to leave soon مش لازم نمشي. This means we needn't to have left soon. لا ده معناه ان احنا مشينا. We should have leave soon. لازم نمشي. We don't need to leave soon. مش مضطرين. We have to leave. لا احنا مش مضطرين. Don't need to. I wish you had told me we had much rice. I all this quantity. I didn't have. ما كانش لازم اشتري. وهنا ما اشتراش. Didn't need. Needn't to buy. Needn't to have bought. ده كان عارف الحاجة فورمال تعملش وما عملهاش. انما ده عمل فهو بيقول انا ما كنت اتمنى ان ما كنتش اجيب الرز ده كله يبقى هو خلاص كده ايه جاب. You be late it's the most important meeting of the year اهم اجتماع في السنه. Mustn't have to don't have to must يبقى ما تاخرش you mustn't. I want to go to university عايز اروح الجامعه I not apply before the end of the week I mustn't don't have to had to need to يبقى انا في حاجه الى ومضطر need to. I help my father with repairing things in the house yesterday بالأمس يبقى ماضي have مضارع و need مضارع و don't مضارع مفيش ماضي غير had to. We finish now as somebody else needs this room حد تاني عايز الغرفة. We have got to needn't لسنا في حاجة had to can't يبقى طبعا we have got to مضطرين ان احنا نمشي الوقت لان في حد تاني هياخد الغرفة. Athletes لاعبين القوة get a special heart examination it's safer to do this mustn't مش لازم must
don't have to needed طبعا مضطرين لكده must. As you have already phoned Mona, I phone her myself. كلمها بنفسي. Can't, wouldn't, mustn't, needn't. خلاص طالما انت كلمتها يبقى انا مش لازم اكلمها. You drive fast in the city center. It's very dangerous. خطر جدا. You must. لازم تسوق بسرعة ولا mustn't. طالما قال لك dangerous خطير يبقى يا must يا mustn't. هنا المعنى طبعا mustn't. Why do they overtime? Because their deadline is tomorrow. Have to. Need to. Have. Need. Why do they? لماذا هم? Not overtime. وقت زيادة. يبقى why do they need overtime. لأن أنا قلت have to فين المصدر؟ مفيش مصدر. I'm sorry but you eat in the classroom. This is forbidden. محظور. Shouldn't. Mustn't. Ought not. Aren't allowed. نقصة to. يبقى you mustn't. We forget to take the chicken out of the freezer. الفراخ خارج الفريزر. We don't have to. يجب ألا ننسى. Haven't to. اسمها haven't to. Don't need to. لسنا في حاجة إلى. Mustn't. طبعا ده مش هينفع نطلعها ده حظر ومنع mustn't. The flight is at 6 in the morning. الساعة 6. So we get up very early. Don't have to. Had to. Have to. Mustn't. طبعا have to. No one likes work at the weekend. Has to. Had to. Will have to. Having to. And like ing having to work. You have to see the head teacher at 3 o'clock. لازم تشوف المدير الساعة 3. It has the same meaning as. You aren't allowed to see. مش مسموح لك. You could see. تقدر تشوفه. It's necessary for you to see. أيوة إنه من الضروري. He didn't go to the park with us yesterday. ما راحش معنا. Because he a report. Needn't have written. ما كانش لازم يكتب وكتب. Didn't have to write. ولا was obliged to write. كان مضطر. ولا has to write. يبقى طبعا was obliged. كان مجبر إنه يكتب. بعد كده عندنا بيقول you mustn't eat foods with lots of salt. ما تاكلش أطعمة فيها ملح كتير. Or fatten them. This show ده يعتبر possibility إمكانية. Strong advice نصيحة. Lack of necessity نقص أو عدم الضرورة. Probability احتمالية طبعا ده strong advice. The car will before last week's trip. Must check. السيارة مش تفحص نفسها. Had to check. Had to be checked. Must be checked. Before last week trip قبل آخر رحلة. جملة دي ماضي طبعا يبقى had to be checked. Which of the following مين من دول is structurally correct قواعد صح. شريف needn't to. مش حاجة اسمها needn't to. Needn't ما بتاخدش to. رامي had to consult a doctor as he was seriously ill. رامي كان مضطر ان هو يستشير دكتور لان هو كان مريض. لحد دلوقتي دي مظبوطة. The hall had to tidy for the birthday party. الحجرة يجب انها ترتب. فروق كان قال had to be tidied. فروق مبنية المجهولة ان الحجرة مش ترتب نفسها فدي غلط. The young man need have bought. فروق needed have bought. دي برضو غلط يبقى بي صح. Which of the following is structurally incorrect. مكتوبة كقواعد غلط. It's a must to get the latest news. دي صح. Did he have to travel late at night. برضو مظبوط. The meeting had to be postponed. يجب ان يؤجل. مظبوطة. She never have to come. برضو طبعا دي غلط. يبقى دي اللي هنختارها يعني. Which of the following doesn't show present necessity. Doesn't show present. لا تعبر عن ضرورة في الحاضر. It's necessary to follow traffic rules. دي حاضر. You need to make sure the medicine isn't expired. حاضر. She has to get a visa to travel. برضو دي حاضر. He had ماضي بقى. You have a passport to travel abroad. عشان تسافر بره. Must. Needn't. Have to. Had to. إلزام خارجي مفروض علينا. Have to. You eat too much of something if it has a lot of salt or sugar. Should. Mustn't. Need to. Have to. طبعا you mustn't. He to attend the optional training sessions. تدريبات الاختيارية. It's not important. مش مهمة. يبقى ليس ومضطر. He doesn't have. Don't ينفعش مع he. ولا has. ولا had. لأن عايز أقول مش لازم. يبقى doesn't have. The operation will done under an antiatic. Needn't be. Must be. Have to be. Have had to be. يبقى the operation العملية. Have to be done. مبنية المجهولة. Will have to be done. مستقبل passive.
you to come with us if you don't want to. مش لازم تيجي، يبقى you need to، mustn't، needn't، needn't ما بتاخدش to، don't have، انت لست مضطر، يبقى you don't have to come with us. بعد كده عند هنا بيج 50 صفحة 50 بيقول لي the young secretary، السكرتير الشاب، asked to have a day off، عايز يوم اجازة، as he او السكرتير the flu and is very tired. did ولا had ولا made ولا felt عنده انفلونزا، يبقى had the flu. although it's difficult، الرغم من الصعوبة، the manager is doing what he can to improve the bad of the old factory، بيحاول يحسن الباد. location، location ده اللي هو الموقع، occasion اللي هي مناسبة، site مكان، situation موقف، الموقف السيء، bad situation. it's hoped that he wounded the wounded soldier، الجندي المصاب، will not better soon، get go carry fall، يتحسن طبعا، اللي هي get better soon. winning the first 10 matches، الفوز بأول 10 مباريات، really sounds for our team، worse terrible perfect excited، يعتبر شيء ممتاز، يبقى perfect. the liver cavity is an extremely complex which needs special care، محتاج عناية خاصة، member عضو فريق، organ عضو في الجسم، individual فرد، place مكان، يبقى organ. Egyptian squash win many titles of different champions every year. Heroes بطل، partners شريك، trainees متدربين، champions بطل في بطولة رياضية اللي هو بطل رياضي طبعا اللي هو champions. I decided to do a in Italian as I intend to complete my studies now، أكمل دراستي، at a university in Rome، system نظام، syllabus مقطع، course center مركز قرارات، ناخد كورس في الإيطالي. The receptionist asked me to complete the form my personal data، أكمل الاستمارة بالبيانات بتاعتي، over with on in طبعا، complete the form with my personal data. The theater managed to its audience مستمعين by cutting ticket prices، post down defect يضيف، وبعد كده عندي damage يدمر، وaffect اللي هي معناها يؤثر طبعا، يدعم اللي هي post. scientists العلماء warn that we are not doing enough to the environment from pollution، in danger يعرض، protect يحمي، predict يتنبأ، promise يوعد، يبقى العلماء حذروا ان احنا we are not doing enough، مش هنقدر نعمل حاجة بعد كده لكي نواطي البيئة، لكي نحمي البيئة. our oldest brother اخونا can make our father let us go to the cinema، he is a very naughty speaker، defective ولا explosive، مادة مفجرة ولا persuasive، مقنع ولا defensive، دفاعي طبعا، هو شخص persuasive. can you explain how this machine works، ممكن تشرح لنا ازاي الآلة دي بتشتغل. the noun from the verb explain، الاسم من explain، explain ده فعل، explain ده ماضي، explanatory اللي هو توضيحي، و explanation دي الناون توضيحي او توضيحي، يبقى ده اسم، انما دي adjective. I should have been here، كان لازم اكون هنا من انا ورجوع من ساعة، but unfortunately لسوء الحظ I missed the train، فاتني القطار. the adverb unfortunately is similar، عايزين برضو لسوء الحظ، likely ولا unlikely، طبعا unlikely. the novel treasure island is a fascinating piece of writing، قصة treasure island تعتبر brilliant ولا terrible ولا elusive ولا intensive، elusive يعني مخادع، وينتنزف يعني كثيف او شديد، طبعا تعتبر قصة ايه brilliant اللي هي رائعة. بعد كده عندي بيقول students who aren't hard workers، الطلبة اللي مش بيذاكروا are always worried exams، بيبقوا قلقانين بخصوص الامتحانات، worried about for with in طبعا، worried about قلق بخصوص. بعد كده عندي جزء language بيقول لي you get off the bus، تنزل من الاتوبيس before it stops it's dangerous، يبقى اوعى تنزل، shouldn't ولا ought not to ولا mustn't ولا can، طبعا ده حظر ومنع، يبقى mustn't. بعد كده بيقول لي she buy a dress for the party due فستان it wasn't necessary، مش ضروري، وجملة ماضي، she had to كان لازم، can't doesn't have to didn't have to ما كانتش مضطرية كده، يبقى طبعا didn't have to. they to come early they can move whenever they are ready، لما يكونوا جاهزين. they don't need ناقصة to needn't، ليس في حاجة، ما بتاخدش to برضو. بعد كده عندي have they have to come early، لازم يجوا بدري، they can come، لا they didn't have برضو، لا يبقى they don't need وادي to موجود. he that long report هذا التقرير his boss المدير said it wasn't necessary، قال انه ما كانش ضروري، جملة طبعا ماضي،
طب فين اختيارات الماضي؟ had to write كان لازم يكتب، لا انا عايز اقول ما كانش لازم يكتب، ده مضارع مستبعد. he wasn't necessary مفيش حاجه اسمها هي، اقول it wasn't necessary، يبقى needn't have written ما كانش لازم يكتب، عمل حاجه ما كانش المفروض تتعمل. you come to see us at the weekend we need to see you، لازم نشوفك، دعوه اهو. mustn't don't have to had to must، يبقى انت لازم تيجي must. عمر finish the report quickly because the deadline is today at 4. had to needn't has got to have to، عمر مفرد يبقى has got to يجب ان. why did he get up at 5؟ ليه قام الساعة 5؟ he so early he could have stayed in bed longer. الجملة ماضي، needn't have got up didn't have، الاتنين دول ماضي، must و needn't لا. طيب ده ما عملش يعني didn't have to ما عملش، انما دي عمل. طب نشوف هو عمل ولا ما عملش. why did he get up at 5؟ ليه قام الساعة 5؟ he not so early، ده قام بدري قوي، يبقى needn't have، ما كانش مضطر لكده. مروة email her homework to her teacher because she forgot to take it to class yesterday، يبقى ماضي، يبقى مروة email her homework to her teacher. didn't have to ما كانتش مضطرية إلى، had to كان لازم، must must دي مضارع و needn't مضارع، يبقى had to. يبقى مروة had to email her homework to her teacher because she forgot to take it. جودي go to the supermarket because she doesn't have enough food for dinner، ما عندهاش طعام كافي للعشاء. needs لازم to، doesn't have to مش لازم، has to ولا mustn't طبعا هي كانت مضطرية has to. does Romy study very much tonight؟ no he doesn't، he reviewed a lot last night and he understood everything well. does Romy هنا طالما عندي does يبقى محتاجين مصدر، فين المصدر بقى؟ has to مش مصدر، have to مصدر، must ما بيجيش مع does، ولا needs مش مصدر، يبقى have to. friend بيكلم brother not pay to see the doctor، no she not because she has medical insurance، عندها تأمين صحي. يبقى does your sister have to pay، هل أختك لازم تدفع؟ قال له no she doesn't because she has medical، تمشي. do your sister الأخت مفرد، ازاي تاخد do؟ طيب must your sister pay، no she mustn't، حظر ومنع مفيهاش حظر ومنع. is it necessary for your sister to buy، no she isn't، برضو لا. يبقى انا عندي does your sister have، هل هي كانت مضطرية؟ لا مش مضطرية، ما عندهاش اضطرار. it wasn't necessary for me to phone احمد after midnight، ما كانش ضروري بالنسبة لي اكلم احمد بعد منتصف الليل، but I did this means، طالما قال لك فعلت يبقى needn't have، والتصريف الثالث I had to phone ولا I needn't ولا I needn't have phone، طبعا طالما فعل يبقى I needn't have. immigrate and leave his children here، يغادر ويترك الأطفال هنا. need he is he does he need، need he هل هو في حاجة إلى، يبقى need he immigrate. Mr. Ahmed hasn't come to school since last Monday، من الاثنين اللي فات. he not ill has to be must be needn't be was be، من المؤكد إن هو مريض must be. the stadium was full of fans، مليان معجبين. it not an important match must happen must be needn't have had to be. الجملة past، الجملة ماضي. طيب فين الاستنتاج في الماضي اللي هو must have والتصريف الثالث؟ يبقى must happen. وصلنا مع بعض ال 53 جزء ال skills، بيقول لي ايه بقى؟ if you want to be healthy and fit، لو كنت عايز او ترغب في ان تكون بصحة جيدة ولياقة بدنية، you need to follow certain rules، لازم تتبع بعض القواعد. whether you are a boy or a girl، سواء كنت بنت او ولد. young or old، شاب او صغير في السن او كبير. people were advised to eat healthy food، يجب على الناس انها تتناول طعام صحي. it's really important if you want to be healthy one، ده شيء مهم لو انت عايز تبقى بصحة جيدة. you don't need to go on diet، مش لازم تتبع نظام غذائي. just pay attention to what you are putting in your body، خلي بالك بس من اللي بينزل جسمك. you can eat 3 meals a day for 5 to 6 mini meals a day، تقدر تتناول 3 وجبات في اليوم او من 5 ل 6 وجبات صغيرة في اليوم. never skip meals، يعني بيقول لك يعني حاول ابدا ان انت لا تتخطى اي وجبات، skip يعني يتخطى. try healthy alternatives، جرب البدائل الصحية. instead of having a bowl of ice cream، بدل ما تقعد تتناول ايه وعاء من الايس كريم، got for a frozen yogurt، ممكن تاكل زبادي اللي هو المجمد، تمام frozen. drink more water، اشرب مية كتير.
This is basically the most important thing of all. ده أهم حاجة. If you drink more water, you will be much healthier. هتبقى صحتك أفضل because it لأن المية دي بقى it flushes the toxin. flushes بقى دي معناها إيه؟ تطرد. هتطرد مين the toxin اللي هي ليه السموم of your body and gives your skin a healthy glow. وهتدي لبشرتك healthy glow يعني إشراقة صحية. يبقى ترجم لي بقى flushes تطرد وترجم لي توكسين اللي هي السموم. اكتبهم كده عندك على جنب كده في اي حتة اهو. flushes تطرد وعندك كلمة توكسين اللي هي السموم وعندك glow اللي هي إشراقة. تمام. It's important to exercise more. التمرينات مهمة. Whether it's walking in the park تتمشى في البارك. Cycling دراجة. Do at least 20 minutes of physical activity. أنشطة رياضية several times a week. You shouldn't exercise every day. مش لازم التدريب كل يوم. Exercise will make you stronger, aqua and strengthen your muscles. وتقوي عضلاتك. You can go to the gym and swim or run. Exercising will make you healthier. هيخلي صحتك أفضل and happier وسعادة about your body. It also reduces stress. ميزته كمان هو بيقلل التوتر والضغط and helps to calm the mind. ويساعد في تهدئة الايه؟ العقل. During adolescence أثناء الادوليسنس اللي هي فترة التينيجرز فترة المراهقة. You will find you need more sleep. هتلاحظ انت محتاج نوم. Sure it's tempting to stay up late chatting. ستجد انك بحاجة لمزيد من النوم بالتأكيد من المغزى او ان انت بتبقى ايه تمبتنج بيبقى فيه محاولات زي مغرية كده حاجات عايز تتفرج عليها to stay up late chatting او تعمل chat with friends on the phone or computer but the next morning you will be miserable. هتبقى شاعر بان انت ايه يعني miserable اللي هو بالايه بالسوء والتعاسة. You need to get a minimum of 8 hours of sleep every night. محتاج 8 ساعات نوم. It might be tough if you get back late. ده يبقى صعب لو انت ايه او قاسي لو انت رجعت ايه متأخر. And have to wake up early on normal school day. وتقوم على المدرسة في الميعاد الطبيعي. But if you put things in the right way. لكن لو وضعت الأمور في الطريق الصحيح. You will feel much more refreshed. هتشعر ان انت اكثر انتعاشا. Next morning. This will help you concentration. يساعد التركيز بتاعك. And will be in a much happier and more friendly mood. وهيخليك في مود اكثر سعادة. ودودية يعني تبقى ايه المود بتاعك والايه وحالتك هتبقى المزاجية افضل. اول سؤال معانا بيقولي what do you need to be healthy عشان تبقى صحتك كويسة. go on diet follow certain rules neglect meals تهمل وجبات drink little water طبعا follow certain rules. what can you eat instead of an ice cream تاكل ايه بدل ice cream 5 to 6 mini meals a kilo of meat a frozen yogurt 3 meal طبعا تاكل زبادي. what can exercise do to you makes you healthier and happier gives us stress reduce the peace of mind يقل سلامة العقل weakness our muscles يضعف العضلات طبعا يخليك healthier. what does putting things in the right way mean يعني ايه نضع الاشياء في right way chat a lot with friends make extra effort get up early sleep well طبعا يبقى get sleep well اللي هو النوم الجيد. بعد كده عندنا بيقول لي most of adults معظم البالغين stay up late بيسهروا chatting with friends on the phone or computer مظبوط. the best title for the basic عنوان القطع eating and sleeping well الأكل والنوم how to be a good adult تبقى بالغ جيد the rules of being healthy قواعد الصحة the danger of disease خطر الأمراض طبعا the rules of being healthy. the word adolescence refers to childhood طفولة friendship الصداقة boyhood teenage years سن المراهقة. water is important to our bodies as المية بتعمل ايه it's used for irrigation للري it helps you feel much more refreshed and the next morning بتخليك refresh ولا it strengthens your muscles بتقوي العضلات it gives your skin a healthy glow ولا بتديك اشراقة طبعا it gives your skin a healthy glow. بعد كده عند القطعة تانية بتتكلم عن ال obesity اللي هي السمنة. being very fat اللي هو الواحد تخين يعني is one of the greatest public health challenges أكبر التشالنجز يعني التحديات الصحية العامة of the 21st century في القرن الواحد والعشرين. its prevalence اللي هي تضاعفت has tripled in many countries وقد تضاعفت معدلات انتشارها of the World Health Organization طبقا لمنظمة الصحة العالمية since 1980 and the numbers of those affected
وعدد الناس اللي هم المصابين continue to rise to an alarming rate، وعدد المصابين بدأ يرتفع بمعدل ينذر بالخطر، alarming rate يعني ينذر بالخطر. In addition to causing various physical disabilities، بالإضافة للتسبب في العديد من الإعاقات، disability يعني إعاقة، و physical يعني جسدية، and psychological problems ومشاكل نفسية، excess weight drastically increases، فإن زيادة الوزن تزيد بشكل كبير جدا من خطر أو تزيد من خطر إصابة الشخص person risk of developing number of non-communicable diseases، اللي هي أمراض إصابة شخص بعد من الأمراض غير المعدية، including بما في ذلك cardiovascular اللي هي أمراض disease طبعا أمراض القلب، cancer والسرطان، and diabetes والسكري أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. Obesity is a condition that is associated with. السمنة هي حالة مرتبطة with having an excess amount. مرتبطة بوجود كمية زائدة من الدهون fat defined by genetic and environmental factors. والتي يتم تحديدها بالعوامل يا إما الجينيتك وراثية أو بيئية. That are difficult to control. صعب نتحكم فيها when dieting باتباع نظام غذائي. Obesity is classified as having a body mass index. وتصنف السمنة بأن يكون مؤشر كتلة الجسم اللي هو البي ام اي ده of 30 or greater، من 30 أو أكبر. بي ام اي is a tool used to measure obesity، يبقى وحدة قياس السمنة اللي هو البي ام اي لو زادت عن 30 يبقى كده الموضوع خطر. There are many causes that directly and indirectly contribute to obesity. في أسباب كتيرة بتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في السمنة. نذكر منها بقى behavior السلوك، environment and genetics البيئة والجينات are among the main contributors to obesity من أسباب السمنة. The Centers of Disease Control اللي هو CDC has identified these three as the main causes of complexity of obesity epidemic، وحددت مراكز مكافحة الأمراض، مركز مكافحة الأمراض ده اللي هو CDC، العوامل الثلاثة كأسباب رئيسية لتعقيد وباء السمنة. Epidemic يعني وباء طبعا. In today's fast paced في بيئة اليوم السريعة الخطى، يعني اليوم بقت سريعة جدا environment، it's easy to adopt من السهل أن نتبنى unhealthy behaviors سلوكيات غير صحية. Behavior in the case of obesity relates to food choice في اختيارات الطعام، the amount of physical activity والنشاط you get and the effort to maintain your health عشان نحافظ على الصحة. Environment plays a key role طبعا يظهر أو تلعب البيئة دور رئيسيا في تشكيل shaping individual's habits and lifestyle، في تشكيل عادات وأسلوب حياة الفرد. There are many environmental influence في تأثيرات بيئة that can impact your health decisions على قرارك. Today's society has developed a more sedentary lifestyle، دلوقتي تطور المجتمع أسلوب حياة أكثر استقرارا. Walking has been replaced المشي حل محل driving cars سيارات. Physical activity النشاط البدني has been replaced by technology and nutrition has been overcome by convenience food، واستبدال النشاط البدني بالتكنولوجيا وتغلبت الأطعمة السريعة على التغذية. Science shows that genetics plays a role in obesity، يظهر العلم أن الوراثة تلعب دور في السمنة. Genes can cause certain disorder بتسبب اضطرابات which result in obesity. However not all individuals مش كل الأفراد are predisposed to obesity، مش كل الأفراد معرضين للإصابة بالسمنة become affected by obesity. Research is currently underway to determine which genes contribute most to obesity. ودلوقتي بتجرى حاليا أبحاث لتحديد الجينات التي تساهم أكثر في السمنة. أول سؤال عندي the main idea of the passage، الفكرة الرئيسية للقطعة dangers of obesity in poor countries، مخاطر السمنة في الدول الفقيرة how can the rich countries زي الدول الغنية solve تحل مشكلة السمنة، the advantages and disadvantages مزايا وعيوب السمنة obesity and our health السمنة وصحتنا طبعا. Obesity has increased زادت since the 1980 in many European countries 3 times تلات أضعاف twice 4 times once طبعا زادت تلات أضعاف. Which of the following ideas isn't mentioned in the passage، في فكرة هنا ما جاتش في القطعة. Food choice اختيارات الطعام and the amount of physical activity are cause of obesity. Obesity affects the level of intelligence بتأثر على مستوى الذكاء دي ما ذكرهاش. What does the underlined word epidemic means؟ epidemic اللي هو وباء، decrease نقص control تحكم health صح outbreak انتشار شيء معين يبقى outbreak.
According to the passage, behavior is obesity. السلوك not cause for مش سبب. للسمنة a minor cause سبب قليل. Major cause سبب رئيسي طبعا major cause. The problem of obesity is that it causes many health problems بيسبب مشاكل صحية طبعا. Obesity is classified يتم تصنيفها when a person BMI is below 30 أقل من 30 ولا 30 or more 30 أو أكتر طبعا 30 or more. Scientifically علمين is responsible for obesity مسؤول عن السمنة food الطعام environment البيئة disease المرض genetics الجينات طبعا genetics هي المسؤولة اللي هي الجينات. تعال نشوف بقى translation نفس نظام أولى ثانوي. Sports have a significant impact on how we learn new skills and maintain our physical and mental health. Additionally, sports could improve relations between many countries بين الدول. للرياضة تأثير كبير على كيفية تعلمنا لمهارات جديدة والحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية. بالإضافة إلى ذلك يمكن للرياضة تحسين العلاقات بين العديد من الدول. متهيألي دي مظبوطة. للرياضة تأثير كبير على كيفية تعلمنا لمهارات جديدة والحفاظ على صحتنا الجسدية والنفسية. لا هو هنا قال mental عقلية. للرياضة تأثير كبير على كيفية تعلمنا لمهارات جديدة والحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية. بالإضافة إلى ذلك يمكن للرياضة تحسين العلاقات بين العديد من الأفراد. لا هنا قال countries الدول. للرياضة تأثير كبير على كيفية تعلمنا لمهارات جديدة والحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية. ومع ذلك هي وبالإضافة إلى ذلك يمكن للرياضة تحسين يبقى المفروض ديت ومع ذلك ديت ليه however لما هو قال in addition أو additionally يبقى دي برضو خطأ. بعد كده عندنا بيقول the main purpose of education is the internal development of student. It also aims at preparing generation of scientists able to face the challenges of the future المستقبل. الغرض الرئيسي من التعليم هو التنمية المتكاملة للطالب كما يعرف الإعداد جيل من العلماء إعداد أجيال من العلماء قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. متهيألي مظبوط هنسيبها دلوقتي. الغرض الرئيسي من التعليم هو التنمية الجزئية. لا هو قال integral اللي هي المتكاملة. الغرض الرئيسي من التعليم هو التنمية المتكاملة للطالب كما يعرف الإعداد أجيال من العلماء قادرة على مواجهة تغيرات المستقبل. هو هنا تحديات challenges مش changes. الغرض الرئيسي من التعليم هو التنمية المتكاملة للطالب كما يعرف الإعداد أجيال من الخبراء. لا ما قالش خبراء هو قال scientists اللي هي علماء. بعد كده بيقول لي healthy lifestyle has become more important with the spread of new disease. Healthy food and sport are the most important factors of that style. أصبح أسلوب الحياة الصحي أقل أهمية. لا أكثر أهمية more. أصبح أسلوب الحياة الصحي أكثر أهمية مع انتشار أمراض جديدة والغذاء الصحي والرياضة. ده مظبوط. أصبح أسلوب الحياة الصحي أكثر أهمية مع انتشار أمراض جديدة والغذاء الصحي والرياضة من أهم نتائج. هو ما قالش نتائج هو قال factors عوامل. أصبح أسلوب الحياة الصحي أكثر أهمية مع علاج أمراض جديدة. لا مع انتشار أمراض جديدة. أربعة بيقول لي نفخر جميعا بعلمائنا المتميزين أمثال أحمد زويل وفاروق الباز الذين قاموا بإنجازات علمية كبيرة ساهمت في تقدم البشرية في مجالات عديدة في كل أنحاء العالم. We are all proud of our modern scientists. علماءنا المودرن اللي هم الجداد. هو ما قالش مودرن هو قال طبعا اللي هم المتميزين اللي هم distinguished. يبقى عندي كلمة مودرن دي فيها مشكلة. We are all proud of our distinguished scientists such as أحمد زويل and فاروق الباز who made great scientific achievements that contributed to the progress of humanity in many fields all over the world. نسيبها دلوقتي. We are all proud of our distinguished scientists such as أحمد زويل and فاروق الباز who did great scientific. يقوم بإنجاز اسمها ميك مش دول دي غلط. We are all proud of our detected scientists برضو detected يبقى بي مظبوطة. هسيب لكم بقى خمسة وستة واجب اكتب لي بس الرمز الصح بتاعهم في التعليقات واحنا نرد عليك نقول لك مظبوط ولو في مشكلة برضو نقول لك الاختيار الصحيح. نروح مع بعض ال 59 اختبار بقى كامل. مفيش بقى اللي هو في اولى ثانوي كنا بنختار اختيارين. لا كل اختيار واحد بس. All surgeons of the department كل جراحين الاسم القسم يعني will be trained in all new surgical in heart surgery. Objectives أهداف reactions رد الفعل techniques أساليب examination فحص هيتدربوا على أساليب الحديث. As she is very sick لأنها كانت مريضة Mona taught her children to call the night service if something bad happened to her.
طلبت منهم يكلموا accuracy دقة، infection عدوى، emergency طوارئ، inquiry إصابة، طبعا يكلموا ال emergency service خدمة الطوارئ. The new factory placed a in the local paper في الجرايد asking for a sales manager situation موقف advertisement إعلان experience خبرة announcement تصريح طبعا إعلانات في الجرايد. Some college students بعض طلاب الكليات chose to their course after the first year at a certain department. Make course, run course, change course, take course. ياخد أو يغيروا الكورس بتاعهم after the first year يبقى change their first course after the first year. The accident victim ضحايا الحادثة was taken to hospital as his injuries were quite severe. Antonym of the word severe عكس كلمة severe. Cute يعني شديد برضو. Mild لطيف. Harsh قاسي. Violent عنيف يبقى mild. Our N is someone who is important in the early development of التطوير of something and whose work or ideas are later developed by other people بيتم تطويرها بالآخرين. Employee الموظف. Director المدير. Assistant البائع. Pioneer اللي هو رائد يبقى pioneer. Fahmi isn't here. He not leave early. Must. Had to. Has to. Needs to. شكله كده مشي يبقى had to كان مضطر ان يمشي. You pay to use the library. It's free. مجاني يبقى انت مش مضطر. Didn't have. Must. Don't have. Had to. الاتنين دول ماضي والجملة مش ماضي يبقى don't have to لست مضطر. Passengers المسافرين. Open the door when the train is moving. لما القطار يكون يتحرك. Mustn't. Must. Don't have to. Need to. يبقى طبعا passenger ده حظر ومنع خطر. Mustn't. Before you buy a house قبل ما تشتري منزل you not consider all the costs. Needn't لست في حاجة. Have got ناقص to. Don't have to. Need to. يبقى أنت في حاجة إلا تعرف كل التكلفة. I to look my best as I am going to have a job interview. I should to. شو ما بتاخدش to ولا must to. Need to ولا needn't. طبعا look my best يبقى I need to. I finish this essay today. It has to be handed in by tomorrow. يتسلم بكرة. I need ناقص to. Don't have to مش مضطر. Mustn't لا يجب. Must يبقى لازم عشان هيتسلم بكرة. You take a taxi to the station. I'll give you a lift. أنا هوصلك يبقى مش لازم. Mustn't can't needn't had to لست في حاجة إلا يبقى needn't. بعد كده بيقول Is it for us to send the research as an email attachment sale? Is it necessary? Is it must? Is it necessity? Is it possibility? طبعا is it necessary هل من الضروري أن It's late الوقت اتأخر and the baby is asleep. You not make so much noise. Must, mustn't, needn't, have to. طبعا you mustn't make so much noise. يجب ألا تصنع ضوضاء. بعد كده عند القطع هنا أول حاجة Don't eat just before going to bed. لا تأكل قبل النوم مباشرة. مين اللي بيقول كده؟ My mother used to tell me. الكاتب بيقول ماما كانت دايما بتقولي ما تأكلش قبل ما تنام. You might get a nightmare. ممكن يجي لك كابوس. I never believed her until it happened to me. ما كنتش مصدقها لحد ما ده فعلا حصل لي. It was on a night ذات ليلة when I felt hungry. كنت جعان just as I was about to go to bed. قبل ما انام. So I made myself a peanut butter. عملت لنفسي سندوتش زبدة فول سوداني. Sandwich and a large cold glass of milk. وكوباية لبن برد. After consuming them. بعد ما اكلتهم وشربت. I went to bed. رحت علشان انام. Soon. I drifted off. Drifted off اللي هو غفوت. نمت يعني into a troubled sleep. في نوم مضطرب يعني ما كنتش مستريح وانا نايم. يبقى drift دي اللي هي الغفوة. Troubled sleep يعني نوم مضطرب. I dreamed that I was with a group of people looking for an old woman. حلمت انا معايا مجموعة من الناس بنبحث عن امرأة عجوز. I was not sure why we're looking for her. ما كنتش عارف احنا بندور عليها ليه. But we all seemed afraid of her. لكن كلنا شكلنا كده خايفين منها. Somehow بطريقة ما we had to find her بس لازم نلاقيها. So there I was searching high and low for her in frightful places. ببحث عليها فوق وتحت بس في أماكن مخيفة. I had never been before. أماكن عمري ما شفتها. Sometimes أحيانا I seemed to be flying. حاسس إن أنا بطير. While at other times I seemed unable to move. وأحيانا حاسس إن أنا مش قادر أتحرك. The whole atmosphere الجو كله was like a dreadful horror film. عامل زي ما يكون فيلم رعب مخيف. Dreadful horror film يعني فيلم رعب مخيف. After some searching I entered a darkened room. دخلت
غرفة مظلمة بعد بعض البحث and saw a figure sleeping on a bed. لقيت زي شخص نايم على السرير. As I got nearer لما قربت the figure suddenly threw away the blanket. الشخصية اللي كانت نايمة رمت البطانية got up وصحيت and stared at me يعني حملقت ونظرت ليا نظرة غريبة جدا. It was an ugly old woman امرأة كبيرة في السن شكلها قبيح جدا والشيني golden teeth وعندها سنة ذهبية بتلمع. She raised her claw رفعت أصابعها المخيفة like fingers and walked towards me وجرت ناحيتي. I wanted to run أنا عايز أجري but was unable to do so مش قادر أعمل كده. I tried to scream حاولت أصرخ but found that I could not مش قادر. In horror في رعب I struggled and struggled فضلت أكافح وأكافح to get away from the frightful woman عشان أهرب من هذه الإمرأة المخيفة. The next moment اللحظة اللي بعد كده I gave a muffled yell أطلقت صرخة مكتومة. muffled yell يعني صرخة مكتومة صوتي مش طالع صرخة مكتومة and found myself panting on my bed ولقيت نفسي ألهس على سريري. my goodness يا إلهي what a horrible nightmare it was يا له من كابوس. for a minute or so I lay on my bed not daring to close my eyes for fear لبضع دقائق يعني بقيت رايد كده على السرير مش قادر أقفل عيني من الخوف. falling asleep again خايف أنام تاني and continuing the nightmare وخايف أرجع للكابوس تاني. from then on I never ate just before going to sleep منذ هذه اللحظة قررت ان انا ما اكلش تاني خالص قبل ما انام. اول سؤال the writer's mother warned him not to حذرته الا eat before going to sleep ياكل قبل النوم go with a group of people طبعا ياكل قبل النوم. the result of the peanut butter sandwich سندوتش زبدة الفول السوداني and large cold glass of milk was نتيجة كان high bill فاتورة عالية nightmare كابوس طبعا نتيجة ان كان في كابوس. The synonym of the word muffled is مرادف كلمة ايه؟ مرادف كلمة muffled اللي احنا قلنا صرخة مكتومة loud صوت عالي لا loud voice او loud كلام عالي وصوت عالي very pure sound صوت نقي quiet and less clear صوت هادي ومش واضح. The best title for the passage nightmares الكوابيس mother's experience خبرات وتجارب الامهات much eating and good sleep an adventure during the night طبعا much eating good sleep. The boy was looking for the old woman although الولد كان بيبحث على امرأة رغم ان she was cute لطيفة she was scared مخيفة he was afraid of her خايف منها he couldn't know her place مش عارف مكانها كان بيبحث عنها رغم انه كان خايف منها. According to the basics the nightmare الكابوس happens when people sleep بيحصل لما الناس تنام ولا اذا bad scary dream حلم سيء طبعا bad scary dream. The boy didn't want to close his eyes ما كانش عايز يقفل عينيه ليه because he was tired تعبان so that he could see the rest of the nightmare خايف يشوف باقي الحلم because they were sore ولا because he feared that he might see the nightmare again خايف يشوف الحلم تاني. The writer decided that he قرر ان هو he would never eat just before sleeping مش هياكل تاني ابدا قبل ما ينام طبعا دي مظبوط. Translation بيجينا اتنين spare time وقت الفراغ can be useful if it's employed for developing one's character physically and mentally so we should all realize its importance and try to make the best use of it. اول حاجه بيقول لي يجب ان يكون وقت الفراغ مفيدا اذا تم استخدامه لتطوير شخصيه الفرد جسديا وعقليا لذلك يجب علينا جميعا ان ندرك اهميته ونحاول صنع الافضل منه لا صنع الافضل لا المفروض نحسن استغلاله. يمكن ان يكون وقت الفراغ مفيدا اذا تم استخدامه لتطوير شخصيه الفرد جسديا وعقليا لذلك يجب علينا جميعا ان ندرك اهميته ونحاول حسن استغلاله دي مظبوط. ترانزليشن الثانيه بيقول لي القراءه هوايه مفيده جدا لانها تحفز عقلك ويقول الخبراء ان لها تاثيرا مهدئا ويمكن ان تخفض مستويات الاجهاد وتساعدك على الاسترخاء فضلا على كونها تثري ثقافتك. طبعا هنا بيقول لي reading is a very beneficial hobby because it hinders يعني تعيق لا طبعا هي مش بتعيق ده هي بتحفز stimulate. reading is a very reflective hobby رياضة او هواية reflective اللي هو شيء انعكاسي هو قال لي ايش كده وقال لي مفيدة because it stimulates your brain experts الخبراء say it has a calming effect can lower stress levels and help you relax as well as increasing your culture يبقى أنا عندي هنا مشكلة في reflective. reading is a very beneficial hobby because it stimulates your mind experts say it has a clearing effect تأثير المفروض calming هادي can lower stress states
المفروض levels المستويات. Reading is a very beneficial hobby because it stimulates your mind, experts say it has a calming effect, can lower stress levels and help you relax as well as enriching your culture. دي مظبوط. بعد كده عندي البلاي المسرحية اللي عندنا اللي هي كينج لير. الأسئلة طبعا كلها بتاعتها بتبقى تفكير نقدي زي تريجر ايلاند السنة اللي فاتت. إن شاء الله نشرح تشابتر 1 وبعد ما نشرحه تقدر تجاوب على الأسئلة دي بكل سهولة. بعد كده عندنا الإيسي السنة دي هيكون 180 في أولى ثانوي كان 150 السنة دي 180. How to protect your environment ازاي تحمي البيئة and preserve it وتحافظ عليها for future generations للأجيال القادمة. وإن شاء الله في فيديو هينزل لك ازاي تكتب إيسي مقال لكل مراحل الثانوية العامة سواء أولى أو تانية أو تالتة اللي بيكتبوا ست لاينز بس تستور. إن شاء الله في فيديو نازل بإذن الله هنجمع لك في كل الكلام ده. انتظرونا في الفيديو القادم. اللي عنده أي مشكلة اكتبنا في التعليقات. منتظرين دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.